افتتاح معرض أكشاك الفريج من الإدارة العليا الداعم الرئيسي للمعرض، وتم عمل جولة بالمعرض والتعرف على المشاركين ونشاطاتهم. المعرض يضم 28 رائد ورائدة أعمال، عدد 20 كشك بقطاعات اقتصادية مختلفة، منها قطاع التكنولوجيا وقطاع الأغذية وغيرها الكثير. دعوتكم لحضور معرض أكشاك الفريج من 20 لين 25 فبراير في حديقة غرفة تجارة وصناعة عجمان من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء. حياكم الله. احنا أصحاب الهمم، يعني الروم بعزمنا بنوصل لأعلى القمم، من شيوخنا بنستمر حنا العلوم، دعمهم خالد فخرنا وشيخنا، ابشروا بديكم لفن العلوم.